أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زلنا نحاول أن نستوعب القاعدة الثانية، كيف نرسم لوحة نمطية مثالية نريدها لأنفسنا عن الصوب. حتى نستوعب هذه الفكرة لابد لنا أن نشير إلى فكرة يستعرضها علماء الأخلاق، فهم يقسمون الصوم إلى ثلاثة أقسام: صوم العموم، وصوم الخصوص، وصوم خصوص الخصوص. ثلاثة رتب للصائمين، ولعلنا من خلال هذه الرتب نستطيع أن نضع أنفسنا في أي رتبة. أما صوم العموم فهو صوم أولئك الذين يمسكون عن المفطرات العشر قربة إلى الله تعالى من الفجر حتى غروب الشمس. أما صوم الخصوص فهم بالإضافة إلى الإمساك عن المفطرات العشر هم يمسكون عن كل شيء من شأنه أن يؤثر سلبا على معنوياتهم أو يؤثر سلبا على تهجدهم، فهم يمسكون عن كل ما يغضب الله الأشمل من الحرام الشامل للمكروه، هم يبتعدون عن كل شيء فيه حساسية الوقوع في المعصية أو فيه تمهيد الوقوع للمعصية. أما صوم الخصوص الخصوص فهو صوم أولئك الذين يعشقون الله فلا يرون إلا الله عز وجل في كل حركتهم وفي كل سيرهم، ولعل صوم أهل البيت وصوم أمير المؤمنين الذي كان ينقل عنه أنه يقول: ما رأيت شيئا إلا رأيت الله قبله وبعده ومعه وفيه، هو صوم خصوص الخصوص. وبالتالي لابد أن نرجع لنسأل أنفسنا أين نحن من هذه المقدمات. نحن نحارب لأجل أن نكون في الرتبة الأولى، وما أكثر تلك المشكلات التي نرتكبها في ذلك المحظور أو في ذلك المفطر. نحن معا نجاهد أنفسنا لتتدرب على ترك المفطرات. إذا نحن نريد لأنفسنا صورة نمطية من الدرجة العادية صوم العموم، فإذا نجحنا فيها بعد ذلك نطمح. يجب أن نرفع السقف بشكل موضوعي وواقعي حتى نستطيع أن نتطور تدريجيا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.